عاش رعاي الدولة في إقليم الزبارة في أمن وسلام ردحا طويلا من الزمن في ظل حكم ورعاية الدولة الخليفية، واستمر الوضع كذلك حتى تسلطت عليهم الأطماع السياسية والنفطية فضيقت عليهم وحاصرتهم بل وحاربتهم. مبارك النعيمي كان شاهدا على العدوان على أهل البحرين في إقليم الزبارة. حسن صيح النعيمي، أنا وياه عايشين سنين لعبنا ويا نابر في حلوان، عيالنا وعيالهم كلهم يمين نتجمع ونلعب في حلوان، ورحت العرة اليابر والنعيم المايل كلهم في هالعرة، هذا شرج الزبار يبقى. أنا في العرة ذاك الوقت العرضات أروح لهم، إحنا يهال صغير نروح لهم، سمعنا طاري أن بيصير ما بين تبع الخليفة وتبع الثاني، لكن الثاني استعانوا بإيران الفارس، يبونهم جيش من فارس الشعب رور يبقى. هذا اللي صار فيه الحرب. بدأت القبائل العربية بعرضة الحرب. أنا نروح لهم يهال، نروح لهم نقعد هم يرزفون وإحنا نطالع. هذاك الوقت الله على البحرين على 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 الزبارة، على البحرين على الزبارة. عقب 8 يوم صارت العرض، عقب ما نزل علينا مايل ابتدأ الحرب. الله يبقى أن شارك يا طال عمرك كلهم القبائل كلهم النعيم والشعبان والكبسة واليفافذة هذي كلهم شاركوا في الحرب. أي نعم الرمزان كلهم. وهب رجال من البحرين لمساعدة أهاليهم في هذه الحرب الظالمة. لا اللي راحوا مني هو ناس مايد وراشد الناس رمبال وغالي، هذا اللي راحوا مني من عندنا من البحرين، الناس من رمزان راشد رمبال النعيمي بس، هذا من المايد طائفة المايد بس في الحرب ربح في الحرب. اي حتى عندنا ولده موجود عندنا ناصر بن راشد موجود عندنا في البحرين. راشد ايه تبت اليوم اللي جوانا يوم الحرب في البيت، يعني في البيت بيتنا ويا مايد، مايد على الفرس عقب ما عزم مايد راح وياه نزلوا هنا، نزلوا عندنا اي تجمعوا بس وراحوا. راشد عيالنا ابيض صخيف مو متين بعد، لا لا لحية خفيفة بعد ما له لحية وايد، لأنه ولد تو مع نزوج عند الأطباق في يده هاي بلجيكي، في أطباق مال بلجيكي مصنع بلجيكي بعد مسام، هذه ميتر يسمونها ذهبة واحدة، هم يأخذون سلاحهم ويمشون بس حرب رشك كل واحد يرتخ من الثاني. اي ما في فرصة، لا ما يقولك في الحرب يا ابو هني البحرين اي رمال ثاني يجبين من الحرب. الربط اتفق الربط في منبطة هني، شوف الطبط هذي منبط دشت الذهبة دقت الحنش كسرت الحنش. اي ويا ابو نزلوا من البعير حطوا ملح. لا قبل الفير علي بن حسن على السيف راح على بعير ودوهم حملوه في الطراد يبون حري يومين ومات خلاص. اي بعد انكسر الحنت انكسر من اتفق يبوه من القطار الى البحرين بقى. من صوب
التوفى الدكتور من الركاب المال المحرك. لا روش المش بناء ذبح هناك، اي ذبح في المعركة، كانوا في المعركة الشغب، كان الحرب، هو ثيابا حفروا لي فرد فنه بس ذهبت لي من كصوب، ما تعرف رفيجك ذهب بينهم، ما تعرف ان الذهب وين ياتك حتى تقول هذا فلان ذبح فلان. لا انت عشرون كلني ارمي من صوب، هاي الثقب قايله حتى اللي اخي دور الظلال ظلال بيت الشعر يدوره. لكن الثاني عندهم سلاح وايد شيء بينا من فارس بعد، بس الشياطين الانجليز فرض الله ما بين هل البحرين وما بين هالقرى. انتهت المزالاتهم عندهم لاري، راحوا ناس من الثاني ياخذون من الغنم، راحوا وين رجال عليهم شوت واللاري وراهم ماشي، طافوا من شمال حلوان وين يروحون؟ يروحون حق ملمى حسن بن درويش، الغنم هناك عند حسن بن درويش، راح ياخذون لهم غنم من هناك، الغنم كلها لهم، الغنم والسلاح لهم يبا، يدورون على المكانات اللي فيها دبش وركاب، غنم وركاب وياخذونهم والسلاح ياخذونه. وخوفا من استفحال القتل في اهالي البحرين وبعض التضييق عليهم تم نقلهم الى البحرين. جينا عمر من الشيخ حمد بن عيسى طرش لنا اللنجات عند الزباره، ما حملوا القبائل كلهم يو البحرين، قبائل مالك بس يفافلة والشعبان الرمزان هذول كلهم ربع الخليفة ربع الشيخ حمد، أحد نزل في عنديو وأحد نزل في حبيرة وأحد نزل في الرفاع أحد نزل في الحليمية، أي توزعوا اللي أبر نزلوا في رط الغار فوق اللي بقى المكان بيت الشيخ حمد الحين يروون من الحليمية بس اللي ما عندهم مكان على المطار طاح المطار عندهم الماش تلونها ثلاثة أشهر الماي فيها روضة عودة يقيضون عليها. احنا نزلنا فيها وسكننا في حفيرة، مركزنا في حفيرة بها. الشيخ سلمان أمر لهم يجون في الرفاع، يوم في الرفاع أمر ناصر قال قلت حق القبائل البيوت أراضين أبوي علي الحسن عمي علي الحسن قلت لنا عرض كمان عند المدرسة هناك. الحمد لله الحقوق تبقى للأبد. كان هنا في هذه الأرض البحرينية الأصيلة مجتمع متكامل، كان هنا العلم والدين والتسامح والوئام والحرية، كانت هنا المنازل والقلاع والمساجد والأسواق والموانئ والتجارة والرخاء، كان هنا الأمن والاستقرار ومأوى العلماء ومبتقى التجار وموطن هجرة الأهالي والقبائل الذين عانوا من الاحتلال والقرصنة ومن أطماع القوى الأجنبية على ضفاف الخليج. كل ذلك تم تخريبه عمدا، مجتمع مسالم تم تهجيره خسرا، نهضة حضارية وعمرانية تم هدمها وتسويتها بالأرض طمعا في خيرات هذه الأرض. إلا أن كل ذلك لا يغير من التاريخ شيئا مهما حاولوا طمسه، ولا يسلب من الحقوق شيئا مهما تقادم به الزمن، فالحقوق تبقى للأبد.